السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله أخواتي تكونوا بألف خير، عواشركم مبروكة، اللهم بلغنا رمضان. حنا دابا رمضان على الأبواب إن شاء الله، حنا في شهر رجب، اللهم تقبل منا جميع الأعمال ديالنا إن شاء الله. نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. غادي نقدم لكم إن شاء الله اليوم كيش معمر بالكفتة، كيجيو رائعين في حجم صغير، لا المذاق ديالهم ولا الشكل ديالهم رائع رائع. واخا تلقاو هاك الفلفله محطوطه من الفوق، راه ما كطيح ما والو، يعني متماسكه مزيان. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. مقادير جد بسيطه، على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. المقادير هما هادو اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا 200 غرام ديال الكفته، ممكن تعوضوها بصدر ديال الدجاج، الكميه حسب الرغبه او حسب العائله. عندي هنا واحد ملعقه صغيره ديال مملوءه ديال البابريكا اي التحميره، نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار. وعندي هاد البصله هادي الخضره، دابا الوقت ديالها كتجي زوينه للحشوه. وعندي غادي نحتاج ملعقه كبيره ديال المعجنوس مفروم، وغادي نحتاجو الفلفله، وحده فلفله خضراء وحده حمراء، غادي نشويهم مازال غادي نشويهم. وغادي نحتاج الزيتون للتزيين، والجبن المبشور، جوج معالق كبارين ديال الزيت النباتيه. وغادي نحتاج هاد لاباط ديال الكيش، الملح والحلو. غادي نخلي لكم الرابط، اللي ما شاهدوش كنت نزلت لكم من قبل، اللي ما شاهدش الفيديو غادي نخلي الرابط في صندوق الوصف. على بركه الله كنديروا هاد الفلفله الحمراء والخضراء كنشويوهم. غادي ندوزو، غادي نحتاجو مقلات كنديروا فيها دوك جوج معالق ديال الزيت النباتيه. غادي نضيفو ديك البصله قطعتها دوائر كيف كتلاحظوا، غادي نخليها شويه تنزل مع تقلى شويه في الزيت. من بعد ما تقلت لينا ديك البصله كيف كتشاهدوا، هاد البصله هادي ما كتاخدش منها الوقت بزاف باش تطيب، وكتجي زوينه بزاف كيف ذكرت لكم للحشو، كتجي زوينه بزاف. غادي نضيف الكفته، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. من بعد اخواتي ما نضيف ديك الكفته، غادي نضيف التوابل اللي عندي، البابريكا التحميره والابزار والملحه، ممكن تضيفوا حتى الهريسه اللي كيبغي الحار. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، غادي نخليوهم يتقلاو، ما يحتاجش تردوا عليها الغطاء، كتخليوها غير هكا. الكفته دغيا كطيب، ما كتهش الوقت بزاف، ومازال غادي نردوها في الفرن وهي محطوطه طيب مزيان، عاد نطفي عليها كيف كتشاهدوا، مازال غادي نخليها شويه. الفلفله من بعد ما شويتها مزيان غادي ننقيها ان شاء الله، وهي الكفته ديالنا موجوده، غادي نطفي عليها وغادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله من بعد ما تبرد. من بعد ما بردت الكفته ديالنا وجدنا هاد الفلفله نقيتها وقطعتها كشرائح طويله. للتزيين اختيار ديالكم، ممكن تقطعوها مربعات صغيره تضيفوها مع الكفته كما حبيتوا، يعني لا داكشي الاختيار، يعني الاختيار ديالكم. وهنايا عندي الجبن والزيتون وهاد لابار ديال الكيش، على بركه الله غادي نعمرهم. بسم الله، كندير واحد جوج معالق كبارين، الكميه حسب الرغبه باش يجيو شويه عاليين لان الحجم ديالهم صغير. كنضيفو ديك الكفته هي الاولى، من بعد كنضيفو الجبن، من
وكنضيف دوك الشرائح ديال الفلفله، كنديرو الخضره من بعد الحمراء، ومن بعد عاود تاني فاش ديرو شي وحده اخرى كديرو الحمراء هي لتحت وكديرو الخضره الفوق، يعني كتبادلو بيناتهم. داك الزيتونه كنديروها في الوسط هكا، والشكل ديالنا غادي نحطهم في صفيحات الفرن، كنشعلو الفرن يكون سخون. غادي نضيف معاكم وحده، كيف كتشاهدوا هنايا درت الدبه الحمراء، الفلفله الحمراء، من بعد ندير الخضره. ولا كنا الاختيار، وديك حبه ديال الزيتون في الوسط، وهذا الشكل ديالها النهائي. كنديروا مع كف صفيحه ديال الفرن او صينيه ديال الفرن، وكندخلهم واحد 10 دقائق، من بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما خرجتهم من الفرن كيف جاوني داك الفورماج او الجبن المبشور دابلينه وتماسكت معاه الفلفله، وحتى الكفته تماسكت مزيان. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. كنقدموهم سخونين كيف كتشاهدو، تماسكين مزيان، كيجيو جد رائع، المذاق ديالهم جد رائع رائع رائع. نتمنى ان شاء الله يعجب لكم الفيديو. لاول مره تشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناه توصل بكل جديد ان شاء الله، وما تنسونيش بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.